السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. شفت وعليكم حضرتك السلام كاتبة في ورحمة الله. التعليقات من كنت مولاه، حضرتك شيعية؟ ايه انا شيعية. يا أهلا وسهلا، تفضلي. إيش اللي عندك؟ لا، عم يقولوا انه الشيعة بيسبوا الرسول، بيسبوا الصحابة وبيسبوا نساء الرسول. انا ضد الشيعة اللي بيسبوا عائشة. عائشة من أطهر نساء المؤمنين، وأنا ما بعترف بالشيعة أبدا اللي بيسبوا أبو بكر وعمر، ماني معهم أبدا. طيب، إذا كان الشيعة بيسبوا علي بن أبي طالب، ما يسبوا أصحاب النبي؟ مين قال أن الشيعة بيسبوا علي بن أبي طالب؟ أحسنتي، مين قال؟ تفضل يا فندم. ده مسند المعلى بن خنيس، ثقة، الرواية صحيحة السند، موجودة في تفسير القمي. الرواية صحيحة السند، تفسير القمي. قال: حدثني أبي عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام، إن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين عليه السلام: فالبعوضة أمير المؤمنين. علي بن أبي طالب عند الشيعة بعوضة، واللي فوق البعوضة رسول الله. إذا تجاوزوا على النبي وشتموا علي، أنت عاوزاهم يحبوا الصحابة يا فندم؟ أنا ضد. هلا الشيعة أقسام، في منهم علوية، في منهم كذا، يعني هن انت واحد شيعية يا الشيعة فندم، بين بعضهم. انت امامية اثنا عشرية. إيه طيب، هاي فعلا. عقيدة الامامية الاثنا عشرية ان سيدنا علي بعوضة، هي قدامك اهو، البعوضة امير المؤمنين. ما بيهمني أساسا اللي حكوا وقالوا بعوض عن أمير المؤمنين. أكيد حيسبوا الصحابة، هودي أساسا نار الفتنة لا، بيناتهم. انت أنا سب الصحابة، انا ما اتكلم دلوقتي عن الصحابة، انا بتكلم عن كيف الشيعة شتموا علي بن ابي طالب. انت الصحابة دلوقتي، يعني الشيعة بتدعي حب آل البيت، اللي يحب آل البيت، اللي يحب علي بن ابي طالب يقول عليه بعوضة؟ بلاش من بعوضة، رواية لرواية بلاش بعوضة. بتختلف. لا، الرواية صحيحة، انا وريتك صح. تعالى اوريكي حاجة تانية جميلة جدا جدا، يعني صدقيني، يعني ما وريتها لحد قبلك الا حوالي، بس يعني ثواني بس، دقيقة واحدة. يا جماعة، الله، الشيخ عبد الله، أمي سنية بي شيعي، بص يا ستي، تمام؟ دي المكتبة الشيعية، المكتبة الشيعية قدامك اهي، ده كتاب بشارة المصطفى محمد بن علي الطبري الشيعي، صفحة 33، رواية صحيحة على فكرة. تخيلي سيدنا علي بن أبي طالب اسمه ايه؟ اقرأي كده اسمه ايه؟ بوسي. بوسي. بوسي ده اسم راجل ولا واحدة ست؟ ما أعرف، ما فيني أحدد بوسي الصراحة. لا، مش بقول لك انت تبوسي، انا بقول لك اسم بوسي، اسم راجل ولا واحدة ست؟ ما بعرف إذا زلمة أو مرة. مرة. مش تعرفي الفنان بوسي؟ لا، ما بعرفه. طيب، سيبيكي من بوسي والكلام ده كله، احنا عندنا اتنين في مصر، واحدة ممثلة والتانية. المهم،
صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى لا محمد. أنا ببساطة ببساطة، سيبكم من بوس يا اخوانا والروايات اللي فيها طعن في سيدنا علي، خلينا نخش في المهم. اهم حاجة في دين الشيعة الإمامة، تسمع الكلام ده، تعرف المعلومة دي ولا لا؟ أكيد حلو قوي. أكيد، من بعد تعرفي الرسول. تثبت؟ ايوه من بعد الرسول ايه؟ من بعد الرسول في الأئمة. ايوه، مين بقى اللي قال لكم ان جعفر الصادق امام؟ ومين اللي قال لكم ان موسى الكاظم امام؟ ومين اللي قال ان السجاد امام منصب يعني من الله؟ هم كلهم ائمه نعم، لكن منصبين من الله. وين النبي نص عليهم؟ ما في القرآن الكريم. انت قرأت طيب القرآن قبل كده؟ أكيد قرأت القرآن قبل كده؟ أكيد قرأت إن شاء الله. عمرك وانت بتقرأي القرآن قابلتي آية فيها اسم علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين أو السجاد أو الباقر؟ لا عمرك قرأتي آية فيها اسم حد منهم؟ لا طب عمرك قرأتي آية في القرآن بتتكلم عن الكلب وعن الحمار وعن البعوضة وعن الثوم والبصل والعدس ولا لا؟ لا لا، موجود في القرآن. القرآن الله عز وجل ذكر آيات تكلمت عن الكلب والفيل والبقرة والناقة. مين أخونا؟ أكيد شوفي. في بعض الحيوانات مذكورة بالقرآن. نعم، والعدس والبصل والثوم. تمام. ليش أسماء الأئمة الـ12 مش موجودة في القرآن؟ القرآن نزل قبل عمرك فكرت الأئمة. فيها؟ عمرك لا، فكرت القرآن فيها؟ نزل قبل الأئمة. القرآن تمام. نزل قبل الأئمة؟ يعني ايه القرآن نزل قبل الأئمة؟ يعني نزل القرآن بعد ما صار في الأئمة. ايوه، ما هو القرآن لما نحن نزل على بنعرف النبي أنه هو علي بن الحسن ابي والحسين طالب سيدا والحسن شباب أهل والحسين. الجنة. ثواني بس، هو القرآن لما نزل مش كان الإمام علي موجود والحسن والحسين موجودين؟ ليش ما نذكروا بآية؟ وبعدين لأنه هني بعض منا. القرآن الكريم آيات كتير أخبرتنا عن حاجات هتحصل في المستقبل، ليش مش من ضمنهم ولا واحد من الأئمة؟ ما ذكر المهدي؟ كان انذكر علي بن أبي طالب الأول عشان ينذكر المهدي. المهدي آخر لا مهدي ولا غير أساسا. مهدي. بسورة النبي يوسف ذكر المهدي. وين بقى يا فندم في سورة يوسف؟ الموعود المخلص حد يا اخوانا اسمه قبل كده أحمد. قرأ في سورة يوسف آية بتتكلم عن المهدي؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ الله يا شيخ، المخلص مذكور. المخلص. مين المخلص؟ ما الموعود اللي حيظهر المخلص ده عند النصارى. المخلص عند النصارى، شو علاقة الشيعة بالمخلص؟ تعال أبو عمر، المخلص تعال أبو عمر اصعد بس. عند أهل السنة اسمه الرجل الصالح، إذا بتعرف. مين هو بقى الرجل الصالح؟ المهدي المنتظر. السلام المهدي عليكم. المنتظر. عليكم السلام ورحمة الله. اسمه ايه بس المهدي المنتظر قبل ما تقول عليكم ابو عمر؟ السلام ورحمة الله وبركاته. اسمه ايه حيا الله المهدي؟ اخونا ابو عمر مهدي الشيعة حبيبي شو يا شم. اسمه؟ ايوه ابن محمد ايه؟ او احمد، اثنين.
محمد او احمد، مو احنا نختار يعني، احنا نختار واحد. المهم ابوه اسمه ايه بقى؟ ثواني يا شيخ، استنى استنى. ابوه اسمها ايه؟ اسمه ايه؟ ابو المهدي اسمه ايه؟ امامك المهدي، مش عارفه اسم ابوه. اسمه طب اسم امه؟ طب اسم امه؟ مليكة نرجس. لا مش انتي، اسمها نرجس. ابوه بقى؟ أبو موسى موسى ولا عيسى؟ قاسم طب انا هسألك سؤال، ركزي معايا. هل يعقل ان الشيطان صحيح الحسن ياخد العسكري. ايه هل يعقل؟ حيا الله الشيخ عبد الله، يا اهلا وسهلا. هل يعقل ان الاله الشيطان ياخده يجربه على الجبل 40 يوم؟ ما فهمت، رجعت. هل يعقل ان الاله ابليس ياخده يجربه على الجبل 40 يوم؟ الإله ياخد طيب إبليس ويحطه على الجبل يجربه 40 يوم. ايه؟ طب سيبيكي من دي. هل انت ممكن ما في فهمت يوم من السؤال صح. الايام تعبدي، هقول لك دلوقتي، هل انت ممكن في يوم من الايام تعبدي اله انضرب واتصلب ولبس قميص نوم وتعلق على خشبه؟ شو شايفني مسيحية؟ لا، ما مش شايفك مسيحية، أنا بسألك يعني، بشوف أنت إنسانة عاقلة، هل ممكن تتقبلي إن أنت تعبدي إله مضروب ومصلوب ولا لا؟ بس عندي إلزام أقول لك عليه دلوقتي. لا ما بتقبل، لا ما بتقبل. ما بتقبلي. خلاص يا أخوانا، تمام. طيب المهدي، تقدري تقولي لي أنت استفدتي من غيابه إيه؟ غيابه ما بيفيد، حضوره اللي بيفيد. إذن هو الآن بلا فائدة من 1200 سنة، صح؟ صح. تمام. طب المهدي ده مش هيظهر إلا 7 سنين وبعد كده القيامة تقوم، هيبقى برضو إيش الفايدة من وجوده؟ إيش الفايدة؟ صلاح الدنيا صلاح الدنيا في 7 سنين والقيامة بعمضة. تقوم. طب والناس اللي ماتوا قبل المهدي ما يظهر، دول مئات السنين وما الدنيا كان يرجعوا فيه يعيشوا، مهدي، ايش ذنبهم؟ ايش ذنب؟ ارجعوا ايه؟ الدنيا يرجعوا يعيشوا يعيشوا ارجعوا عيشوا فين بقى؟ بعدين ظهور المهدي مش معروف اي متى. هو غيابه صح، منه موجود ومش قادر يكون موجود بيناتنا، بس الانتظار بيخلي الانسان يعود لدينه، يتذكر الله، يعرف انه نهار الجمعة انتظار لازم ايه؟ يذكر. انا انتظار ايه؟ انتوا فهمانين انتظار اللي يخلي الواحد يعود لدينه، انا اللي اعرفه ان الانتظار بيصيب بالجفا، كيف يخلي الواحد يرجع لدينه؟ بالنسبة لنا لا، يعني بخلي انت الواحد حضرتك يعود غياب لدينه ويشتاق المهدي، يحسب. نعم، يعني انت غياب المهدي مخليك دلوقتي انسانة شيعية متدينة؟ لا لا أنا إله إلا الله، رجعت في هربيت. كلامك. مش أنت بتقول إن غيابه فيه فائدة للناس إنها ترجع لربها وتتدين؟ طب هو غايب أهوت من 1200 سنة، هل أنت استفدت أي حاجة؟ إيه اللي أنت استفدتيه؟
قولي لي حاجة واحدة بس، أنت يا عيني والشيعة المساكين من 1200 سنة استفدتوها من غياب المهدي. من غياب المهدي، انه نحن ناطرين كل نهار جمعة بندعي انه هو يظهر، كل نهار جمعة نحن نعرف انه ملف الحساب واعمالنا كلها بتكون عند الله وعند المهدي، هو لانه بده يرجع يظهر لعند شيعته، شيعته هن بده يكونوا 313 من مناصرينه، يعني نحن بندعي انه نحن نكون من مناصرين انتوا الامام الشيعة المهدي. بتقعدوا انتوا الشيعة بتقعدوا كل يوم جمعة تدعوا ربنا انه يطلع؟ طب ما مش ينفع يطلع يوم السبت او يوم الحد او يوم الاربع مثلا؟ نهار الجمعة بس ما عشان كده ما بيطلع. وباقي الاسبوع ليش ما تدعوا له ربنا يفرج عليه؟ أكيد بندعي له، بس نهار الجمعة هو أكتر شيء بيكون عم يقرأ ملف الأعمال تبع الإنسان. المهدي في السرداب يوم الجمعة قاعد يقرأ ملف الأعمال بتاع الإنسان، هيعمل بيه؟ طيب لنفترض انه ما اسمه المهدي، هيدا الرجل الصالح هنسميه، معترف فيه عند اهل السنة وعند اهل الشيعة، مو بس عند اهل الشيعة، لا اسمه احنا الرجل السنة ما الصالح، نعترف بالمهدي هيخرج إلا قبل نرجس. واحدة واحدة بس، واحدة واحدة بس، احنا أهل السنة والجماعة ما نعترف بواحد اسمه المهدي بن الحسن العسكري، ما نعترف فيه بالمرة، وبنقول أصلا إنه خرافة، أصلا ما اتولد عشان نعترف فيه، ما اتولد، لا يوجد رواية واحدة في كتبك تقول إنه هو اتولد. إجا منين بقى هو؟ طب الله عليكي، إذا صح يبقى المهدي ده ما اتولدش، إجا منين؟ لا هو ها؟ اختفى، كان رضيع، كان صغير. يعني هو المهدي عندكم اختفى وهو رضيع؟ طب هو دلوقتي اذا اختفى وهو رضيع يا فندم، سمع ابو مهدي بتقول لك اختفى وهو رضيع اهو. اذا اختفى وهو رضيع يا ست الكل، طب مين بقى اللي علمه؟ كده لحد النهارده هو ما بيعرفش يقرا ويكتب اهو، مش اختفى وهو رضيع؟ لا بيعرف يقرا ولا يكتب. تعالى يا ام علي، اهلا، انت ده دورك انت يا ام علي، انا ماليش انا في الحنيه دي. تعالى يا ام علي، بص بقى يا ست الكل، انا هطلع لك ام علي، سيبيكي من ابو عمر، ام علي دي كانت شيعيه واهتدت، انتوا حرين مع بعض. السلام عليكم، لأنه ما أدري شنو الحوار اللي بينكم، توني داخلة. اي حاجه، هلا هلا، أهلا ملكة، شفيك الملكة. هلا فيك يا حبيبي. لا والله كلهم اسكت يا شيخ أسامة، ما دخلك بالحوار، خلي الحوار بين أم علي وملكة. ايه تقولين سمعوا ضدي كلهم، انه ايه شنو اجتمعوا كلهم ضدي على عن على قصة ظهور المهدي بآخر الزمان، وهو من علامات الصغرى. انزين؟ عندك انت المهدي مولود؟ هل المهدي مولود؟ وين موجود المهدي؟ مثل موجود وينه؟ بالسما، مثل ما رفع المسيح رفع المهدي، وحيظهر قبل المسيح طبعا. عندك دليل على هالكلام هذا؟ ولا سمعتي من سادة على المنابر؟ ما في عندي دليل. شلون انت تحطين في بالك او تعتقدين شيء انت ما عندك دليل عليه؟ يعني هذا الكلام اللي قاعد تقولينه كلام المسيحية مو كلام مسلمين، المسلمين الحق يبحثون في الشيء اللي يسمعونه. يعني هو قال لك انه هو بالسماء، شلون يرفع بالسماء؟ هل في دليل؟ لا ما في دليل. شلون انا اصدق انه هو بالسماء وبدون دليل؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما عندك روايات بمولد المهدي، بل عندك روايات ان الحسن العسكري كان عقيم،
ووالدتها أعتقد وعمه طالبوا في الميراث وخذوا الميراث، هما اللي ورثوا، هما بس وهم اللي ورثوا. قلت لها خذوا الميراث. كان عقيم، اخترعوا لنا شيء اسمه المهدي، ان انولد واختفى والسفراء الأربعة شافوه. ليش كل هذا؟ علشان بس يحطوا لك الأخماس في السادة، هذا رقم واحد. ويعلقونك بشيء مو موجود، خرافة. المهدي عند السنة راح يولد واسمه محمد بن عبد الله، مو محمد بن الحسن العسكري، عرفتي؟ معقول، ممكن نعم. وكتير كمان. وهذا الصج، هذا الصج ملكة. يعني لو بتروحين تبحثين بالكتب الشيعية، ما راح أقول لك روحي بحثي بالكتب السنية، بحثي بالكتب الشيعية، ما تلقين الكلام اللي انت قاعد تقولينه. ما في أي شيء يثبت ولادة المهدي، بل يثبت أن الحسن العسكري عقيم وهو آخر الأئمة بالنسبة لكم. المهدي هذا اختراع. طيب، أنا بالنسبة إلي أنا ما بيهمني إن كان المهدي اسمه مهدي ولا إن كان ابن الحسن العسكري. أنا بعرف إنه بنهاية الزمان في الرجل الصالح، صح ولا صح ولا راح نعم غلط؟ راح يطلع في، نعم في المهدي، بس مو المنتظر. المهدي راح يبايع بين الركن والمقام، وأصلا هو ما يدري أنه هو المهدي. في علماء راح يشوفونه ويشوفون السمات اللي عليه، يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام، أجلى الجبهة أغنى الأنف، يعرفونه ويأخذونه وعند الركن والمقام ويبايعونه. والدليل خروج جيش أعتقد من الشام تخسف به الأرض، هني يبايع المهدي. هذا أكبر علامة على المهدي، إنه هو المهدي، خسوف الأرض بجيش يطلع من الشام. عرفتي؟ هذا هو اللي بدي أوصل له. تمام، نعم. كلامك مقنع. وبعد شنو حابة تسألين عنه؟ في ما بعرف إذا حاضرة مسلسل النبي يوسف. ايه شايفة يوزر يوسف سي، زيد يوزر سي مسلسل؟ لما نزل على اي مسلسل الشيخ سوته ايران، انتجته ايران. هلا انا حاطه ربط احداث المسلسل بالانتاج الايراني نعم لما نزل الوحي على يوسف وقال له المنتظر الرجل الصالح الموعود في آخر اخر كلمة في الزمان المسلسل. اسمه محمد. ايوه ده آخر مشهد، ايران عملت آخر المسلسل مشهد في ده المسلسل. كله، ايران عملت، ايوه ايران عملت المسلسل ده كله عشان الكلمه دي عشان آخر مشهد. المنتظر. شو علاقه نعم نعم يوسف بالمنتظر؟ سبحان الله. انا هون هاي النقطه بدي اوصل لها. وصلتي لها الحين؟ لا لا، إنه ما في شيء اسمه منتظر، لا وهذا طبعا، كله ترى والله العظيم خرافات مجوسية إيرانية حطتها ودخلت العقيدة اليهودية في المذهب الشيعي أو الدين الشيعي. تمام. ملكة انا اصلا ما كنت اتفضل. ما كنت على يقين تام. الله الشيخ علي. انا انسانة، يعني انا ليش فت بهيك حوار؟ لو انا متعصبة لرأيي ما كنت طلعت وحاولت انه لاقي اسلوب مقنع. عرفتي كيف؟ انتوا حاولتوا تقنعوني بصراحة نجحتوا بالموضوع، حبيبتي وانتي اسلوبك هو اللي قنعني. الله يحفظك الملكة. في شغلات وايد لازم تعرفينها، جزاك الله والدين خالد. بين الجنة وهدفك الجنة، لازم تمسكين الدين الصح حبيبتي.
الدين الصح. أنا 52 سنة شيعية، عرفت هي؟ واكتشفت 52 سنة راحت من عمري، وأسأل الله أن يبدل السيئات اللي سويتها حسنات، عرفت هي؟ حبيبتي ملكة، أنت الحين متعلقة في أهل البيت، صح ولا لا؟ وأنهم أبواب الحوائج، صح ولا لا؟ وقالوا لك أنت لك ذنوب ما توصلين لله سبحانه وتعالى، ما يستجاب لك الدعاء لما تقولين يا الله بحق محمد وآل محمد، صح ولا لا؟ شنو الله سبحانه وتعالى قال؟ صحيح. قال إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني شوفي الله دعان، صح. ما قال لك تعالي حطي لي أبواب، ولا يجيب لك واسطة، ولا يجيب لك أحد عشان يدعي، تدعين بالضبط، وأستجيب لك، 100%. عرفتي؟ أنا إنسانة، تفضلي بلا مقطوع عن حديثك، أنا إنسانة بس أدعي، بدعي حبيبي ابو زيد. ربنا مباشرة، ولا بحلف بالإمام علي، لا بحلف بالأهل البيت، الله بسلم. ولا بطلب من أهل البيت إنه يشفعوا لي بعدين. ما في غير الرسول شفيع محمد وآل محمد. هذا الصح، نعم هذا الصح، يعني أهم شيء أنا التوحيد، كانت بس فكرة، أيوة طبعا فكرة طبعا، الإمام المهدي أنت عندك، صح؟ أيوة بس فكرة الإمام المهدي، وهلأ توضحت. إنزين، بس السؤال الحين بسألك إياه، بالنسبة حق أنت الشيعة، علماء الشيعة يعني ادعوا بتحريف القرآن، عرفتي؟ العقيدة الأرضية الشيعية حياك الله يا شيخ لغة عبد الله، الله يعزك. أنت الحين كمسلمة وتقولين أنا شيعية، الأرضية اللي أنت واقفة عليها يا الملكة، هل أرضية قوية بنيتي عليها بنيانك الديني اللي باكر تطلعين من هذه الدنيا وتضمنين، ما أقول تضمنين في الجنة، أقول تضمنين النجاة من النار على الأقل، عرفتي؟ يعني شوفي سبحان الله، 52 سنة قاعدة أقول لك، اكتشفت إن مظلومية الزهرة اللي يقولوا لنا كسر الظل كذب أيوة، كذب، أنت تعرفين لو هذا كان هيك ما كان أنا بعرف، وما بآمن بقصة كسر ضلع السيدة الزهراء، إنه أبي بكر هو اللي كسر ضلع عمر؟ الزهراء، أنا ما لا بآمن فيه، عمر، لأنه ما قتل المحسن أيوة، عمر أو أبي بكر، لا لا عمر هو لأنه قال هو سمي بالصديق والنبي معصوم. لو هو عمل هيك ما كان النبي سماه بالصديق أصلا. اسمحي لي أصحح لك معلومة في كلمة المعصوم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم في التبليغ بس، لكن مو معصوم في كل شيء، عرفته؟ الرسول قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني الرسول بشر يخطئ ويصيب ويصحح له الوحي. الله سبحانه وتعالى حين يخطئ في آية ما تحضرني حاليا الأمانة، مشايخ إذا بس تذكروني فيها، واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر وللمؤمنين والمؤمنات. والمؤمنات. يعني هذا الله سبحانه وتعالى أثبت لنا في كتاب الكريم أن الرسول مو معصوم عصمة كاملة مطلقة، عرفت؟ الرسول أيضا يخطئ، عرفت شلون؟ يعني إحنا ناخذ بكلام الله سبحانه وتعالى الصريح الواضح في القرآن، يعني الله وضح لنا سبحانه وتعالى كل شيء بالقرآن وتفصيله في آيات السنة في الصلاة. أم علي، أم علي اتفضل. أختي، آيات تانية كتير، آيات تانية كتير، وايد زي وايد يا ما أيها النبي لما تحرم، زي إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
ليغفر لك الله ما تقدم من من ذنبك ذنبك وما تأخر. وكذلك عبس وتولى. عرفتي؟ يعني شفت، في الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يخطئ ويصيب، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته، والقائد ما ننسى. شدوا اخواننا، شدوا على ود الله اخواننا. يبارك فيكم، الله يجزي خير والشيخ عما أسامة بذكر. فين؟ أنا هو الشيخ أسامة وين؟ أنا مش شايفه أصلا على الجسم. أنا موجود يا فندم، وأنا شفاف موجود فوق. من موجود؟ والله أنت فوق. آه طب تمام، والله ما انتبهت. معلش معلش. طيب نرجع للحوار، معلش. تفضل المعلم. الله يجزيكم خير، حياكم الله جميعا، حياك الله أخونا أبو سالم. اتفضل يا مين أم علي، تفضل. تفضل. الله يسلمكم. يبقى أنا عجوز، بس توقفوني خلاص أنسى شنو كنت أتكلم، ذكروني يلا. كنا نتكلم عن الرسول نتكلم عليه إن الصلاة النبي صلى الله عليه وآله ليس معصوم عصمة مطلقة. ما نعم أيوه. الله أبو سالم. الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا مثل ما قلت لك غير معصوم في الوحي فقط في التبليغ، عرفتي؟ على أساس يوصل للقرآن، الوحي اللي يوصل من الله سبحانه وتعالى يوصل حق المسلمين بحذافيره، عرفتي شلون؟ والتعليمات الإلهية كذلك. لا انت كملي بعد بالنسبة حق مظلومية الزهرة، انا وقفتك على هذه النقطة انه مو معصوم. أيوة، يعني هن زعموا إنه عمر أو أبي بكر دار فتح الباب على سيدة الزهراء وضربها بصدرها وقتل المحسن. أنا ضد الشيعة بهاي الفكرة أبدا، وضد المسبة لألن طبعا انت مية ضدها بالمية ليش بالضبط؟ ممكن وشكم عايش. ليش ضد هذه الفكرة؟ ضد هاي الفكرة علشان أول شي ما ذكرت بالقرآن، خلي ما ثاني ذكرت، شي تفضلي. لأنه أبي بكر هو الصديق، سمي بالصديق. لا على فكرة مو أبو لو ما بكر نص رضي الله عنه وأرضاه، هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر مو في عمر هذا. عمر أي نعم، فمو هذه بس الشغلات اللي أو تكذبين عليها علشان تكذبين هذه الدعوة الباطلة. أول شغلة لو بتشوفيها، الرسول عليه الصلاة والسلام لما حين حضرته الوفاة وأشار إلى فاطمة الزهراء، شنو قال لها؟ أول شيء بكت بعدين ضحكت، صح ولا لا؟ شنو قال لها الرسول لما سألتها أم المؤمنين عائشة شنو اللي قال لك رسول الله؟ قالت أول شيء قال لها إني خلاص راحل، أو إن روحي راح أسلمها لبارئي. وضحكت لأن قال لها أنت أول الناس لحاقا بي، هذا رقم واحد. فإذا فعلا حصلت هذه المظلومية، فأنت هني يا الشيعة قاعدين تطعنون في الرسول عليه الصلاة والسلام إنه قال حق فاطمة الزهراء أنت أول أهلي لحاقا بي. فسقوط المحسن هني يا أما إنه هو مو من أهل البيت وهني طعنوا في فاطمة الزهراء سلام الله عليها وطعن أنزين، أو إنه شنو ما حصل هذا أصلاً، صح ولا لا؟ طب ما احنا ممكن نقول حاجة برضو، حاجة برضو أقوى أم علي، وهو إن القصة مكذوبة لسبب إن السيدة فاطمة كانت متجوزة راجل، لا أنا راجل يقدر يحميها ويدافع عنها. جايت لها ما بالكلام. كان أبا الإمام علي بهذا الشيء آه طبعاً. ليس بالجبان وليس بالخوار. مو علي بن أبي طالب مرة قالوا إنه قاعد انزين في البيت وما طلع بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام وبأمر إلهي، ومرة قالوا تركها وذهب إلى العلية على قولتهم. يعني بذمتك علي بن أبي طالب الذي كان يغار من السواك
في ثغر فاطمة الزهرة، أيوة يترك أي إنسان يلمس شعر من أبد فاطمة الزهرة؟ وهل أبد الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي على ابن أبي طالب على إن ما يدافع عن بنته حبيبته وتسمونها أنتو ريحانته وأم أبيها؟ شلون؟ صحيح. هل هذا يعقل؟ حياك الله شيخ عبد الله، يا أهل المسألة. لا، أنا ويجي ما أنت يجوز بعيد الفكرة، سيدنا عمر بن الخطاب، يزوجه من بنت بنته فاطمة أم كلثوم. بنت الإمام يعني علي زوجة إنهم لعمر، تدري أنت بهذا شنو الناس راح تفكر؟ إن أم علي بن كلثوم أبي طالب هو اللي ذبح فاطمة وكافأ عمر بن الخطاب بأنه زوج أم كلثوم. الله والرسول أهل بيته والصحابة، هذا الطريق الوحيد اللي تاخذين تمشين. إذا بتين حق الشيعة ما عندهم كتب صحيحة، وكلهم يعترفون إن ما عندهم كتب صحيحة رغم إن عندهم 12 إمام، 12 إمام ما ترك لهم كتاب واحد صحيح يرجعون له. وتثبتين حق أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام والأمور المتعلقة بالدين أبسط الصلاة، ما في كتاب واحد نقل صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في كتبهم، ما عندهم رواية صحيحة إلا تبين أهل البيت تلقين رواياتهم وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب السنة موجودة. روحي كتب الشيعة ما تلقينهم إلا ما ندر الدورين. شفتي سبكتر كاجت شلون يمسك العدسة ويدور؟ دورين كذي مثل سبكتر، ما في. فإذا تبين الحق، أول شيء لازم في شيء اسمه الولاء والبراء، انك تتبرين من هذا المعتقد وتوالين الله ومحمد واهل البيت والصحابه. لازم تتبرين، لان انت تقولين انا شيعيه صح ولا لا؟ ما تقولين انا سنيه، تقولين انا شيعيه. فتدرين انت يوم القيامه هل تبين تحشرين مع الشيعة اللي ادعوا تحريف القرآن، اللي حطوا لكم الإمامة أو الولاية ركن من أركان الإيمان وخلوا الصلاة فرع من فروع الدين؟ تبين تحشرين مع صحيح هذيلا؟ معك حق. لا تبين تحشرين باكر حتى لو تقولين لا، باكر الله سبحانه وتعالى راح توقفين وياهم شئت ام ابيتي، دام انا شئتي وما تبريتي، شئتي ام ابيتي. بيقول لك رب العالمين تعالي تعالي يا الملكه، انت قلتي ان انا شيعي ودخلتي في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه عند الشيخ ابو معاذ وكلمتك ام علي وكلمتك الشيخ ابو معاذ وكلمت فلان وكلمت فلان ووروك الطريق الحق وانت ما تبريتي، ووروك الطريق الصحيح وانت ما تبريتي وظليتي على الشيعة رغم ان الشيعة ادعوا بتحريف كتابي وقالوا ان وسبوا صحابتي. بتقولي لا يا بابا انا ما قلت، يقول لكن انت ما تبريتي منهم. بيقول لك ادعوا على امهات المؤمنين استغفر الله والعياذ بالله بالزنا والفواحش. تقولي لي انا مالي شغل انا ما ارضى. بقول لك حبيبتي انت ما تبريتي منهم، انت مشيتي معاهم قلتي انا شيعيه، انا شيعيه صح ولا لا؟ وكيف يتم التبري عن هذا الموضوع؟ تبرين منهم؟ الشيخ الحين يقول لك شلون التبري تبرأ تبرأ ورا
هني انت معز. لازم يا ملكة. خلى ابو عمر هو الاول يكلمها كمان شويه، بحيث يبقى الموضوع برضو عن اقتناع. اخونا لابد ان اسال الله ان تشتغل. يسر. اي ماكو مشكله يا رب. نعم. طيب ابو عمر اتفضل. ابو عمر، ابو عمر الشام السلام اتفضل. عليكم ورحمه الله. عليكم حياك الله السلام يا ورحمه ضيفنا الله وبركاته. المكرمه، حياك الله، حياكم الله. اعلمي يا ضيفتنا المكرمة أن نحن أهل السنة والجماعة ما نريد لك إلا الخير. نحن نتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتبع الصحابة رضي الله عنهم، ونتبع أهل البيت. بالنسبة للتبرع، أنت كمسلمة لو قيل لك هل أنت متبرئة من عقيدة النصارى التي تقول أن عيسى هو رب وأنه إله هذا الكون، ستقولين نعم أنا لا أقبل بهذه العقيدة، أنا متبرئ من دين النصارى ومن عقيدتهم أن عيسى رب وأنه مات قتل وأنه صلب وإلى آخره. التبرؤ هو أني لا أؤمن بهذه العقيدة أبدا ولن أرجع لها. عقيدة النصارى نحن متبرئين منها، عقيدة أهل التوراة متبرئين منها، عقيدة الملحدين، عقيدة الكفار متبرئين منها. لذلك يا ضيفتنا المكرمة، أنت على عقيدة باطلة، عقيدة باطلة. يوم القيامة مثل ما قالت لك أختك أم علي أو أمك أم علي، 50 سنة، 52 سنة عاشت شيعية، لكنها بعدها علمت أن مذهب الشيعة ليس هو مذهب محمد ولا مذهب الصحابة ولا مذهب أهل البيت، فتركت. طيب لماذا تركت أم علي؟ ليش يا أم علي تركتي؟ خافت من الله أن يحرقها يوم القيامة في نار جهنم. لماذا؟ شو قالت أم علي؟ قالت بكرة يوم القيامة إذا قال لي الله ليش أنت بقيتي على دين الشيعة وهم يقولون بأن القرآن محرف؟ شو بدي أقول له؟ رجعني على الدنيا حتى أتبرأ منهم؟ رجعني؟ هم شيعة وأنت شيعية يا أم علي، ليش ما تبرأت منهم؟ هل ستقول له يا رب مثل ما قال الله في القرآن ولو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا؟ يا رب أنا ملكة، أنا أم علي، رجعني على الدنيا حتى أتبرأ منهم. قالت أم علي لا والله سأتبرأ من الدنيا في الدنيا كي لا يسألني الله يوم القيامة لماذا لم تتبرأ منهم. فصعدت أم علي وقالت أنا بريئة من معتقد الشيعة وأعود إلى دين أهل السنة والجماعة إلى القرآن والسنة النبوية. بعدها تعلمت الوضوء أم علي، صارت تتوضأ مثل النبي ومثل سيدنا علي والصحابة، وأصبحت تصلي كما كان النبي يصلي بالحرف الواحد، وأصبحت مسلمة، وما تركت علي وما تركت أهل البيت وما تركت جعفر ولا الباقر ولا السجاد ولا ستنا فاطمة ولا الحسن والحسين. بالعكس الآن أم علي تقرأ في كتاب البخاري ومسلم وفي كتاب مسند أحمد بن حنبل، تقرأ فضائل الصحابة، فضائل أهل البيت، فضائل ستنا فاطمة، سيدنا علي، الحسن والحسين، وتتبع علي وفاطمة والحسن والحسين كما نقلوا عن النبي. بمعنى جاءها حديث عن علي بن أبي طالب قال به علي قال رسول الله، خلاص هذا الحديث صحيح، تأخذ به، تأخذ عن فاطمة والحسن والحسين وعن أهل البيت، وتركت كل هذه العقائد الشركية، أبواب الحوائج، اللطم، التطبير، أمور كثيرة، والعصمة والإمامة كلها، وتترضى على الصحابة وأهل البيت، وتركت مذهب التشيع وبدأت تبحث عن وضوء أو صلاة وصيام أو زكاة وأوامر الله وشرائع الله سبحانه وتعالى. فأنت يا ضيفتنا ما نريد لك أن تتركي محمد وآل محمد، ستبقين تتبعين محمدا وآل محمد وصحابة محمد، لكن ليس بعقائد الشيعة والعياذ بالله، سترجعين إلى الإسلام الحقيقي. شكرا لك، شكرا. وانا وبالنسبة هذا يا اللي أختي، بدي اياه الصراحة. ملكة، أنت من عندنا من سوريا يا ملكة؟ أنت سورية؟ لا انا من لبنان، من لبنان، والسبع تنعم انا منك. من لبنان. إذا أهلك شيعة بتقدري ما تقولي لهم، ما تقولي لهم يا بنت الحلال الدنيا فانية، الدنيا رح تروح ورح نموت كلياتنا،
نبقى الدين الذي حملناه إلى الله، وأنت مسلمة طاهرة شريفة عفيفة، لاحقة دينك، تقدري تروحي تمارسي حياتك اليومية وتروحي على النزهة وتروحي إلى آخره، ما يمنعك الدين من تاكلي وتشربي وتلبسي وتروحي على النزهة وتروحي على الحديقة وتركبي سيارة إلى آخره. لكن بالنهاية أنا ملكة على دين صحيح، إذا مت أنا هل هذا الدين سيقبله الله؟ لا والله لن يقبله. لو قال لك الله يوم القيامة شغلة واحدة، والله لو حطيتيها بعقلك ستقولي أنا أتبرأ من دين الشيعة وليس من أهل البيت. لو قال لك الله لماذا بقيت على دين يقول بأن القرآن محرف، شو راح تجاوبيه؟ لماذا بقيت على دين ليس فيه صلاة النبي، ليس فيه وضوء النبي، ليس فيه حديثا صحيحا لا عن رسول الله ولا عن فاطمة ولا عن الحسن ولا عن الحسين، شو راح تقولي له؟ رجعني، ما في رجعة. لذلك أنت الآن في بحبوحة من حياتك، تبرئي كما تبرأت الصحابة وتبرأ أهل البيت والعباس عم النبي وحمزة عم النبي، كلهم تبرؤوا من الأوثان وعبادة الأصنام قبل أن يموتوا، والإسلام يجب ما قبله. ترجعي بنت صفحتك بيضة عند الله، ما عليك أي ذنب، الآن دخلت في دين الإسلام الحقيقي، تتبعين القرآن تتبعين السنة النبوية، من علمك الوضوء كما نقله علي بن أبي طالب عن رسول الله، نعلمك الصلاة، نعلمك العقائد، شو بدك من علمك؟ أركان الإيمان، أركان الإسلام، شروط لا إله إلا الله، الأصول الثلاثة، كلها هنا بيوم واحد كلها بتتعلميها وتصبحي مسلمة، لا تؤمنين بشيء إلا بما قال الله وقال رسول الله بالحديث الصحيح وقال الصحابة وآل البيت بالحديث الصحيح. إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لك، ويا ريت ملكة، تضلكم عند وبالنسبة لأهلك، الطيبوني كمان. ملكة ملكة، بالنسبة لأهلك عادي، أنت شيعية، رحتوا على العراق، رحتوا زرتوا أحد الأئمة، روحي معهم عادي بتزوري، بس احنا صليتي، معلش تكت، معلش أسب لي إيديكي، لا، أسب لي إيديكي. النية عادي، نعم، هي أسب لي أمها إيديكي، بالوضوء توضي غسلي رجليكي، غسلي رجليكي لا تمسحي، لأن علي نقل لنا أن النبي غسل على رجليه. بالنسبة للوضوء تغسلي يديك من الأصابع إلى المرافق، لأنك مسلمة يجب أن تصلي يا أختي. فإذا كنت مستعدة نجدد الإيمان نحن وأنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. صلى الله قالوا: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. فإذا أنت مستعدة إلى الدخول في دين الإسلام العظيم، دين القرآن والسنة الصحيحة، فيا أهلا وسهلا بك، ننطق الشهادتين نحن كلنا معك وأنت معنا، ثم نترضى على صحابة رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ونترك معتقد الشيعة ونعود إلى القرآن والسنة النبوية الصحيحة. إذا مستعدة حتى ننطق الشهادتين أنا وأنت إن شاء الله. كلياتنا، انا راح تابعك، مستعدة أكيد. انا راح تابعك، وتابعي ابو معاذ، وتابعي ابو عمر المصري، وخالتك ام علي محامية اهل البيت. والله يا اختي انت اختنا من لحمنا ودمنا، عيوننا، ووقتنا راح نخصصه، بتحبي بعطيكي واتساب، بتحبي بعطيكي تليجرام، امتى ما بدك. ابو عمر هذا حديث فهمني اياه، فهمني عقيدة التوسل، علمني أركان الإيمان، كله ببعث لك بالوثائق، شيء تفهمي. إذا ما بتقولي لي الله يجزيك الخير عيبك علي، أنا شامي وأنت لبنانية، نحن ما بنعرفك يا أختي، لكن نحن نريد أن نمسك بيدك إلى دين الحق. فإذا مستعدة لنقول الله. قول الله مستعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، قولي ورائي يا أختي المكرمة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله، ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر. ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر.
وعثمان وعلي بن أبي طالب. وعثمان وعلي بن أبي طالب، وفاطمة والحسن والحسين. وفاطمة والحسن والحسين، وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة، وأصحاب رسول الله. وأصحاب رسول الله، وآل بيته الطيبين الطاهرين. وآل بيته الطيبين الطاهرين. أنا ملكة، أنا ملكة، أتبرأ إلى الله، أتبرأ إلى الله من الشرك وأهله، من الشرك وأهله، ومن مذهب الرافضة ومن مذهب الرافضة، الإمامية الاثنا عشرية. الإمامية الاثنا عشرية، وأعود إلى القرآن والسنة. وأعود إلى القرآن والسنة، بفهم الصحابة وأهل البيت. بفهم الصحابة وأهل البيت، وأسأل الله أن يثبتني على هذا الدين. وأسأل الله أن يثبتني على هذا الدين. دين أهل السنة والجماعة. دين أهل السنة والجماعة. مبارك عليك يا أختي. الآن أنت الله دخلت أكبر. في دين الإسلام العظيم. الآن الله أكبر. مبتدأ الله أقول أكبر. لك: اغسلي عليك الله. أرجلك في الوضوء، واغسلي أيديك من الأصابع إلى المرافق، واحفظي ما تقولي في الجلوس الأخير بعد السجدتين. عندما تسجدين تنتهين من السجود، تجلسين على ركبك قبل التسليم. احفظي على جوجل موجود الآن، بدك بعلمك ياها: التحيات لله الصلوات الطيبات المباركات. الله أكبر. الله يعزك، الله يعزك هذا يا ملكة، هذا أبو فتون فرحه بهدايتك، حبيبة أبو دعم فتون. أخونا، الله يعزك دعم الخير، أخونا وشيخنا الله أبو يجزاك معاذ الخير، بأسد، الله هذا يجزاك فرحة الخير. لنا، دعمه بأسد، هذا الأسد حقه 500 دولار، هذا دفعه من حر ماله فرحا بهدايتك يا أختي، يا حياك الله. احفظي التحيات الله يجزاك لله الخير، الصلوات نسأل الله أن الطيبات، يثبت، ولا تتركينا الله يا أختي، يعزك، لا تتركينا، نسأل وهي الله أن أنا يثبتها، عملت لك أنا نسأل الله أن متابعة، يثبتها. متابعة، صرتي صديقة، بتحبي على التليجرام، بتحبي على الواتساب، بخدمك أنا بعيوني مثل ما بخدم أولادي، بعلمك الدين الإسلامي، يا حياك الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أنا انتهى، أيه، الله يجزيكم خير يا رب. الله شكرا يثبتك، لك كثير، والله وشكرا العظيم لك. يبشرك يا الله خير يا رب، والله اسمحوا لي العظيم بس، اخواننا. هذه اسمحوا لي بس، الله الله أكبر، الله الله أكبر.